كنا سريعا بكيفية التواصل معك وأيضا بموضوعي الساعة الأولى من مصر الليلة. نعم أحمد، أهلا بكم مشاهدينا، أهلا بكل متابعينا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقريبا انستغرام، كما يمكنكم أيضا المشاركة عبر نافذتنا الرئيسية الجزيرة مباشر مصر. ونذكركم الآن بقضايانا في الساعة الأولى من هذه الليلة. قضيتنا الأولى حول تصريحات وزير الأوقاف التي يحذر فيها من التصالح مع الإخوان ويتهمهم بالتحالف مع داعش. القضية الثانية حول تصريحات هشام رامز بأن مشروعات تنمية قناة السويس ستطرح للاستثمار الأجنبي، وهو ما يتناقض مع تصريحات السيسي كامل التناقض بالطبع. إذن هذه التساؤلات وغيرها في الساعة الأولى، ولدينا المزيد لنقدمه لكم في الساعة الثانية، فلا تنسوا المشاركة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لك أحمد. شكرا جزيلا حسام. مشاهدينا، هل هو وزير سياسي أم عالم دين وداعية؟ حقيقة سؤال طرح نفسه بعد البيان الذي أصدره وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ردا على مبادرة محمد العمدة البرلماني السابق للمصالحة، حيث حذر جمعة من إجراءات أي تسوية أو صلح مع جماعة الإخوان المسلمين، واصفا الجماعة بأنها توزع أدوار وأن فريقا منها يقتل ويدمر ويخرب ويحمل السلاح، وفريقا آخر يحرض من قطر، وفريق ثالث يتآمر من ليبيا ويحشد التنظيم الدولي في تركيا، وفريق آخر أسماه جمعة في بيانه بأنه يلبس ثياب التماسيح ويراوغ مراوغة الثعالب ويناور باسم الرغبة في المصالحة من أجل خداع الشعب. والسؤال، ما هو سر البيان الذي أصدره وزير الأوقاف؟ وهل رفضه للمصالحة وتخوينه من يدعو لها ودعوته إلى اعتقال من يسعى للمصالحة، هل هو موقف شخصي أم أن هناك أجهزة أو شخصيات دفعته إلى اتخاذ هذا الموقف؟ ولماذا أقحم الوزير نفسه في السياسة وهو يدعو دائما وأبدا الأئمة إلى عدم الانغماس في السياسة؟ فريق يقتل ويدمر ويخرب ويحرض ويتآمر، وفريق آخر يلبس ثياب التماسيح ويراوغ مراوغة الثعالب، جزء من بيان لوزير الأوقاف ضد جماعة الإخوان المسلمين. عدا الأوصاف البلاغية المترادفة والأفعال المتراصة بشكل قصصي يوحي بنظرية مؤامرة معقدة، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة والذي أدلى بهذا البيان استطرد في بيانه محذرا من مبادرات التصالح التي تخرج من آن لآخر، قاصدا بذلك مبادرة العمدة والتي أطلقها بعد خروجه من السجن. جمعة حذر المسؤولين من هذه الفئة التي تعقد المؤتمرات وتتواصل مع وسائل الإعلام محرضة صراحة أو ضمنا بما يهدد أمن الوطن واستقراره واستقرار شعبه، ذات الشعب الذي قال عنه جمعة إنه لم يعد قابلا للخداع. وزير الأوقاف صاحب الآراء المثيرة للجدل أطلق بيانات وقرارات في الفترة الأخيرة أكسبته عداء قطاع واسع من الشعب، سواء من رواد المساجد أو الدعاة ذاتهم، بعد إصداره قرارات كان أغربها سحب ترخيص أي خطيب جمعة تزيد خطبته عن 20 دقيقة، سبقتها قرارات بمنع أكثر من 10,000 خطيب من آداء خطبة الجمعة، وكذلك منع غير الأزهريين من الصعود على المنبر، فضلا عن إغلاق آلاف المساجد الصغيرة لإحكام السيطرة أكثر على القطاع الدعوي. في ذات الوقت تداولت صحف تقارير صحفية عن رفض مسؤولين في جامعة الأزهر تصريحات لوزير الأوقاف حول إخضاع مساجد المدن الجامعية لإشراف الوزارة، واعتبروه تعديا على هيئات مستقلة. سخر النشطاء من البيان الجديد لوزير الأوقاف على ذات النمط، معتبرين أن الوزير تارة يتحدث كرئيس جامعة الأزهر، بينما هذه المرة تحدث بنبرة مساعد وزير الداخلية ولكن بلغة أكثر فصاحة. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، الدكتور محمد الصغير مستشار وزارة الأوقاف السابق. أهلا بك معنا دكتور صغير. وأيضا معنا الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك معنا دكتور جمال. أبدأ بك الحقيقة، كونك كنت وكيل وزارة الأوقاف، هو ابتداء، هل من حق وزير الأوقاف أن يدلي ببيان يراه البعض سياسيا فيما يخص مصالحة سياسية
أو مبادرة سياسية عرضها أحد السياسيين السيد محمد العمدة، أم يأتي ذلك في يعني ضمن ما هو ذكره قبل ذلك أنه خلط ما بين الدين والسياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. العقيد محمد مختار في وزارة الأوقاف للانقلاب يختلف عن أي وزير أوقاف، لأن العقيد محمد مختار هو يبيد العمل الأمني، وبالتالي هو يتحرك تحركات أمنية وبيانات أمنية. ليه بتقول عليه العقيد؟ العقيد لأن هذه البيانات وهذه التصريحات ليست من مهام العلماء والشيوخ، إنما هي من مهام أمناء الشرطة وعقداء الشرطة والآن الشرطة. أنا شايف ورايا في الخلفية رجل دين أو عالم دين يلبس الزي الأزهري ويعتمر العمامة الأزهرية. العمامة الأزهرية هي من قال تقتلوهم حيث ثقفتموهم. دعني أقول، حينما يجلس أحد على كرسي وزارة الأوقاف ويصدر هذه البيانات الأمنية، فنحن نتعامل مع رجل أمن وليس مع شيخ، لأنه لم يستدل بآية ولا بحديث ولا بموقف فقيه من الفقهاء بداية في هذه النقطة. ثم أقول، إذا هو يقول الإخوان وداعش أو داعش زرع من زروع الإخوان، أقول إذا كانت داعش تكفر بعض الناس بالكبائر فهو يكفر المسلمين هو وكريمة وعلي جمعة. إذا كانت داعش تقتل الناس ببعض الذنوب فالسيسي ومن معه وعلي جمعة ومختار هم من قتلوا الراكعين الساجدين. الإخوان لو كان لهم علاقة بداعش أو ينتهجون منهج داعش ما استطاع محمد مختار أن يجلس على كرسي وزارة الأوقاف يوما واحدا، لما استطاع أن يقضي حاجته. ولكن الإخوان هم الذين أمنوا مصر. إن أنا حينما أسمع مثل هذه العبارات أرى في مثل هذا النموذج هولاكو ونيروز وشارون الذين لا يعرفون إلا القتل وسفك الدماء. هذا هو الفارق، نحن نتحدث عن سفاكين للدماء وليس عن علماء وشيوخ. فكرة المصالحة أو حل سياسي للأزمة حقيقة ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في أمور سياسية. من وجهة نظرك ما هي إشكالية جمعة مع الإخوان بشكل عام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إشكالية جمعة مع الإخوان أولى بالحديث بها دكتور جمال عبد الستار، ولكن أنا دعني أعلق على قضية أنه وزير أوقاف يرد خلال 24 ساعة على قضية مصالحة. ما هي إلا الفكسات والإيميلات التي تأتي من جهاز الأمن الوطني والتي تأتي من جهاز الشؤون المعنوية، وما عليه إلا أن يبصم عليها. لو أن أهل الانقلاب والقائمين على الحكم في مصر لهم هوى لأمثال هذه المصالحات ولا يقف منها موقف المتفرج المستفيد منها إعلاميا لإلهاء الناس عن قضاياهم المهمة كالغلاء والقتل في الشوارع، لوجدت محمد مختار جمعة يخرج ويقول إن جنحوا للسلم فاجنح لها. أنا أسأل المشاهد البسيط سؤال، لو خرج علينا وزير الاتصالات وقال نرفض هذه المبادرة، الناس كانت هتقول له إيه؟ إيه دخلك؟ ده وزير الاتصالات ربما يكون أقرب إلى هذا الأمر. المفروض محمد مختار جمعة بما أنه موجود الآن في وزارة تنتسب إلى الدين وتنتسب إلى الخير، على الأقل على حد لغة المصريين البسطاء، خليك محض الخير يا جمعة. طيب سأعود إليكما، لكن ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة واحد من الذين طرحوا مبادرات لحل الأزمة في مصر بشكل عام من قبل. دكتور حسن أبدأ معك من الناحية السياسية، يعني لماذا يسارع وزير الأوقاف بإصدار بيان يبدو سياسيا ويتحدث فيه على أن الإخوان أقرب إلى داعش بشكل أو بآخر ولا يجب المصالحة معهم وأن من يتصالح معهم هو خائن للوطن؟ تقديرك من الناحية السياسية لهذا البيان. أنا لا أعرف بالضبط ما هي الأسباب التي دعت وزير الأوقاف بالتحديد لكي يرد على ما قيل إنه مبادرة للمصالحة. فيعني عندما تطرح فكرة من هذا النوع، هذه قضية سياسية وبالتالي يجب التعامل معها بشكل سياسي، ووزير الأوقاف فيما أعلم وظيفته ليست سياسية وإنما هي أقرب ما تكون إلى الوظيفة الدينية. وحتى لو يعني لو كان المطلوب هو يعني تثبيت صورة أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة لها سمات معينة أو لها صلات بتنظيمات إرهابية أو شيء من هذا القبيل، فيعني هذا لا ليس رأي ديني. ولو كان هناك رغبة في يعني التركيز على هذا الجانب
ربما كان شيخ الأزهر هو الشخصية يعني الأكثر قبولا لدى الرأي العام لكي يستمع إليه في هذه الناحية، أو إذا كان المطلوب تثبيت فكرة أن يعني جماعة الإخوان المسلمين جماعة لها صلة بالتنظيمات الإرهابية، فليخرج يعني أحد المسؤولين عن الأجهزة الأمنية ليقول أنا لدي وثائق تثبت هذا. لكنني في واقع الأمر يعني لست مرتاحا للطريقة التي يتم بها التعامل مع القضايا السياسية بشكل عام وإدارة الدولة في هذه المرحلة بشكل خاص. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور حسن، سأعود إليك مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر. دكتور عبد المقصود، يعني لماذا يدخل وزير الأوقاف نفسه في حلبة السياسة ومستنقع السياسة على حد تعبير البعض، ويصدر بيانا يبدو سياسيا يقول فيه أن الإخوان دول فرع من داعش أو في تعاون ما بينهم وبين داعش، هذه واحدة، ويقول أن المصالحة مع الإخوان هي خيانة للوطن، وأي مبادرة سياسية فيها مصالحة مع الإخوان هي خيانة للوطن. أليس هذا هو عين إدخال الدين في السياسة من خلال شخص وزير الأوقاف دكتور عبد المقصود أم ماذا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبضيوفكم الكرام، هذا الموضوع من اختصاصات أو من أخص اختصاصات معالي وزير الأوقاف، وليس خارجا عن دائرة اهتمامه واهتمام وزارته، وبالتالي فإن إصدار هذا البيان من معالي وزير الأوقاف له ما يبرره من أجل سلامة الوطن المصري وحفظ مصر من أي تشتت. طب ممكن أفهم من حضرتك بتقول هذه الوظيفة من أخص وظائف وزير الأوقاف، ما هي الوظيفة التي تقصدها يا دكتور؟ الوظيفة التي تقصدها أن وزير الأوقاف هو الذي يحدد أن الإخوان ليهم علاقة بداعش ولا ما لهمش علاقة بداعش؟ دي بتاعت وزير الأوقاف ولا وزير الداخلية؟ يعني وزير الأوقاف سيدي حينما يتحدث من منطلق ديني وفكري معين، وليس هذا من اختصاص وزير الداخلية، وأنا لا أتحدث عن اختصاصات وزراء، إنما أتحدث مع سيادتك عن بيان صدر من وزير الأوقاف، نظرا لأن بعض الجماعات التي تدعي أنها إسلامية في مصر تأخذ المساجد ومنابر المساجد للدعاية لنفسها. وبالتالي يا دكتور عفوا أنا آسف، الدكتور محمد مختار جمعة لم يتحدث عن مساجد، أنا بس واضح أن حضرتك لم تطلع على البيان. يعني هو بيقول في البيان أن الإخوان دول فريق بيقتل ويدمر ويخرب ويحمل السلاح، ده موجود في قطر، وفريق تاني بيتآمر وده موجود في ليبيا، وفريق تاني بتاع التنظيم الدولي موجود في قطر وتركيا، ويتحالف مع داعش في سوريا والعراق. ده الكلام ده ملوش دعوه بافكار ولا دين، ده كلام يعني ده كلام مخابرات حربيه، مخابرات عامه، وزاره الداخليه، امن وطني. مين قال ان الكلام دوت من اخص وظائف وزير الاوقاف يا سيد يا دكتور عبد المقصود؟ هذا رايك نحترمه ونقدره، ده مش رايي، ولكن ده مش لا رأي. تمانع لا، ولكن اظن انك لا تمانع في ان غيرك يبدي رايه. لا حضرتك هنا ما بتبديش رأي، حضرتك بتقول معلومة، بتقول ده من أخص وظائف وزير الأوقاف. نعم. إن هو يقول إن في ناس بتتآمر على مصر في ليبيا والعراق وسوريا. أنا فاهم إن ده كلام المفترض الجهات الأمنية والمخابراتية، ما الوزير الأوقاف بيه؟ ده سؤال. سيدي أرجو أن تعطيني الفرصة ولا تقاطعني حتى مش هقاطعك تاني، اتفضل. ما يفتات الآخرون على وزير الأوقاف. أولا لا يمكن لمعالي وزير الأوقاف أن يصدر هذا البيان دون مستندات لديه، وبالتالي فتكوين كيانات واهية مرة تحت اسم تحالف دعم الشرعية، تارة باسم المجلس الثوري المصري، مع اختلاف المسميات والأشخاص والضجيج الناتج عنها، كان مصيرها المحتوم للانهيار والتفكك. ده كلام دين ولا سياسة يا دكتور؟ بس عشان أفهم، ده دين ولا سياسة؟ نعم. ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده دين ولا سياسة؟ سيدي ما هو الدين في نظرك؟ ما هو الدين في نظرك؟ عرفني يا دكتور بعد. هل هو مجرد سجود وركوع؟ أم أداء لشعائر وبيانات؟ هل القرآن فيه بيان لكيفية الصلاة؟
ليس فيه بيان لكيفية الصلاة. إنما حاجة غريبة جدا اللي أنت من تتحدث عن هذا الأمر وزير الأوقاف اللي قال ما ندخلش الدين في السياسة، لكن حال ابقى معي الحقيقة ده مش دوري في مسألة الرد. وكيل وزارة الأوقاف السابق يجلس بجواري وهو الذي سيتحدث عن فكرة إن ده من أخص أنتوا زعلانين إيه؟ ده أخص وظائف وزير الأوقاف إن هو يتحدث على إنكم ليكم أماكن في سوريا وفي العراق وفي تركيا وقطر وبتقوموا بمؤامرة. هل هذا صحيح أم لا بما أنك كنت وزير أوقاف سابق؟ يعني طبعا هذا صحيح من منظور العسكر. أنا لما قلت أنه عقيد في الجيش يقوم بإدارة وزارة الأوقاف راجل، وأنا كنت في الجامعة كان لسه صغير من حوالي 25 سنة يقوم بدور مخبر، اترقى بعد ذلك حتى وصل إلى هذه الدرجة. أنا أقول وأنا ما زلت أتحفظ على أي اتهامات للرجل بما أنه مش موجود معه. تحفظ ما شئت، أنا أقول ما أعلمه. الجزئية الثانية، حينما وكيل وزارة الأوقاف أو وزير الأوقاف نفسه حينما يقوم بهذا العمل إنما يؤكد على أن الذي يدير البلد هي المخابرات وهو جزء من هذه المخابرات، لأنك حينما تتكلم عن تركيا وقطر وسوريا والعراق والإخوان فيها يديرون حركة الحياة وهو يتحالف مع الصهاينة، إذا نتحدث عن أمر آخر. حينما يتحدث عن بيانات لا سند لها من شرع أو حديث أو قرآن أو فقه أو شيء من هذا القبيل، المستندات الشرعية تماما لم يذكر، حتى لم يذكر لماذا يعيب على داعش نفسها ولماذا يعيب على الإخوان نفسهم من ناحية الشرعية. مهمة وزير الأوقاف العالم الشرعي أن يقول قال الله في هذه المسألة كذا وقال الرسول كذا. أما إذا كان يقول الإسلام يحمل العمل السياسي كما يقول الدكتور عبد المقصود، فأنتم أنكرتم على الإخوان أن يقولوا أن الإسلام دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. أنتم بتاخذوا المعنى ده وقت ما تحبوا وتحاربوه وقت ما تحبوا، ودي عجيبة جدا في التعامل مع مفهوم الإسلام. الحقيقة من الناحية الدينية والناحية الفكرية الوزير ليس أول مرة يتكلم على أن الإخوان لهم علاقة بداعش، يمكن ده ثالث بيان أو رابع بيان ربط فيه ما بين الإخوان وداعش. هل أنت كرجل يعني كعالم دين وأنت أستاذ مذاهب ترى فعلا أن هناك رابط ما بين الإخوان وداعش؟ أبعد الجماعات الإسلامية العاملة في الحقل الإسلامي عن تنظيم داعش هي جماعة الإخوان المسلمين، بل إن جماعة الإخوان المسلمين بعض الحلفاء والأصدقاء يعيبون عليها أنها مغرقة في السلمية إلى درجة بيقول كانت سبب في اللي احنا فيه، أن الإخوان المسلمين لو كانت لهم خيارات غير السلمية ما كناش وصلنا إلى اللي احنا فيه. لكن دعني أقول لأستاذنا الدكتور عبد المقصود باشا، ونحن نحترم أسلوبه الهادي الجميل، يقول أنه وزير أوقاف الانقلاب لم يصدر هذه البيانات إلا وعنده أكيد مستندات استند إليها. هذه المسألة أفهم كده، أنا كنت شغال في وزارة الأوقاف، ما عنديش في وزارة الأوقاف غير أئمة ومؤذنين ومراجعين ومحاسبين. يعني معنى كده أنه محمد مختار جمعة ممكن يكون عنده طائفة مخبرين أو عنده جهاز مخابراتي بيجمع له هذه المعلومات اللي هي تخطت البلاد، فأصبح ملم بالوضع في سوريا وملم بالوضع في العراق وله عيون في تركيا. لا أظن أن وزارة الأوقاف أو طبيعة العاملين فيها تؤهل محمد مختار جمعة انه يكون عنده ملفات والله يصدر سؤال من خلالها. انا برد على كلام الدكتور ده سؤال يجب ان احنا نساله للدكتور عبد المقصود، لان انت بتقول ان وزاره الاوقاف ما فيهاش عمل مخابراتي، وبالتالي هو جايب الادله دي منين؟ لا بس اسمح لي لا اقول لحضرتك هي الان فيها عمل مخابراتي وكان موجود قبل ان نكون فيها. نحن لما دخلنا وزاره الاوقاف كان فيها 7 لواءات فيهم 3 مخابرات على رأسهم اللواء عبد القادر. هؤلاء اللواءات رجعوا إلى وزارة الأوقاف، فهو يأخذ منهم هذه الملفات ويضع عليها ويبصم. طيب عموما قبل أن نواصل هذا النقاش مشاهدينا، دعونا نستمع إلى الآراء التي وصلتنا عبر هاشتاج مصر الليلة ومواقع التواصل الاجتماعي وزميلي حسام يحيى. ماذا لديك في هذا السياق حسام؟ نعم أحمد، هم الإخوان لو كانوا متحالفين مع داعش كان دبق مصيرهم من جرحى ومطاردين وقتلى. تعليق أسماء على فيسبوك ومنها إلى تعليق ناصر الذي يقول هو أي مصيبة تحصل في العالم يبقى إخوان، أنتوا خليتونا نحب الإخوان أكتر. تعليق آخر من صبوحة تقول ومن قالك أن الإخوان عايزين تصالح، الإخوان عايزين قصاص. تعليق آخر أيضا من فيسبوك مع تعليق آخر من عمر أحمد يقول الشيخ جمعة وزير الأوقاف تحول لمساعد وزير الداخلية. وننتقل لمتابعة تويتر ونبدأ بأحمد يقول إذا أردت أن تفسد ثورة فأغرقها بفتاوى شيخ السلطان. تغريدة أخرى
من نور تقول حسب فكر داعش فالإخوان يجب قتلهم قبل اليهود فهي بتكفرهم فكيف تتحالف معهم؟ تساؤل من نور. أما سعيد يقول يا أستاذنا ما هي إلا تعليمات له أن يقول هذا أو أنه يقول ذلك لإرضاء من فوقه. تغريدة أخرى من أحمد أيضا، إذا أردت أن تفسد الثورة فأغرقها بفتاوى شيخ سلطان. تغريدة مكررة. وننتقل إلى أحمد. شكرا جزيلا. شكرا. أنتقل سريعا لضيفي عبر سكايب من القاهرة الدكتور حسن نفعة. دكتور حسن، مما جاء في بيان وزارة الأوقاف أو وزير الأوقاف أن أي مصالحة مع الإخوان هي تهدد الأمن القومي المصري، وحضرتك كان ليك تجربة سابقة في مبادرة يعني تجمع يعني شتات الوطن، هل تتفق معه الآن يا دكتور أن أي مصالحة أو تسوية أو تواصل مع الإخوان بيهدد الأمن القومي المصري أم لا؟ بالعكس، يعني المفروض أنه أي مقترحات، وأنا لا أحب كلمة المصالحة ولم أستخدمها في الورقة التي كتبتها وكان عنوانها الأزمة والمخرج، أي مقترحات تستهدف إخراج البلاد من أزمتها الراهنة هي يعني مرحب بها ويفترض أن يرحب بها من كل الأطراف بصرف النظر عن مدى قابليتها للتطبيق، بصرف النظر عن موقف الجماعات المختلفة منها، وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون نبيلة الدوافع وهدفها في نهاية الأمر هو إخراج البلاد من الأزمة الراهنة. لكن المشكلة أن البعض لا يرى أن هناك أزمة، هو يرى أن هناك فريق شارد، فريق ضل، وبالتالي لا يجوز المصالحة مع من يحمل السلاح في وجه الدولة. والقضية ليست مصالحة بين طرفين، وإنما قضية العودة إلى الحق، ولا بد أن تعتذر جماعة الإخوان المسلمين عما اقترفته في حق الوطن وتعود إلى حضن الوطن. هذا الكلام سمعنا، لكن المشكلة أن احنا في كثير من الأحيان تختلط الأوراق دائما ولا نعرف هل نناقش قضية فكرية أم نناقش قضية سياسية أم ماذا بالضبط، ومن الذي يعني يستطيع أن يتحدث في هذا الموضوع. طيب وهذا اللبس جه منين يا دكتور؟ عفوا، هذا اللبس اللي احنا ما بقاش عارفين احنا بنناقش سياسة ولا فكر ولا دين، من أين أتى من وجهة نظرك؟ يعني أتى من أنه في واقع الأمر إدارة الدولة ليست إدارة يعني جيدة، ويفترض أنه عندما تطرح مبادرات من هذا النوع إما أن يتم تجاهلها تماما، وإما أن يعني تحدد الدولة منها موقفا رسميا، وبالتالي هناك إما متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء على سبيل المثال أو باسم رئيس الجمهورية، أو هناك وزارة يفترض أن تكون مسؤولة عن هذا الأمر فهي التي تحدد الموقف، وبالتالي نستطيع أن نعرف بالضبط ما هو موقف الدولة الرسمي، إما من مبدأ اللم الشمل نفسه أو مبدأ ما يطرح الآن باسم المصالحة، أو من الأفكار المطروحة في مبادرة بذاتها إذا طيب. كان الرد على مبادرة معينة. ابقى معي دكتور. أتحول للدكتور عبد المقصود باشا مرة أخرى، ضيفي عبر الهاتف من القاهرة. دكتور عبد المقصود، الحقيقة في ثنايا حديثك قلت ان الوزير عنده ادله على فكره ان الاخوان بيديروا مؤامره في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر ومع داعش في هذا السياق. هذه الادله يعني من واقع اجهزه مخابراتيه تعمل لدى وزاره الاوقاف مثلا، ام ان اجهزه اخرى هي التي امدت وزاره الاوقاف بها؟ ارجو سيدي ان تعطيني الفرصه لأنني لم أقاطع أحد من ضيوفك الكرام. تفضل يا دكتور. ولذلك أرجو أن تعطيني الفرصة لأرد. تفضل يا فندم. أولا، كل من يدعي أنه مدافع عن الإسلام وهو وحده الصواب والباقي على خطأ، هذا خطأ فادح. وأذكرك سيدي وضيوفك الكرام أن صفة الخداع وصفة المكر ملازمة دائما لحركات وسكنات هذه الجماعات، والخدعة اللي يتم التعويض بها في هذه الأيام وهي أن بعض هذه الجماعات تراجع نفسها، هذا وهم. الصوت عندك واضح؟ الصوت واضح جدا يا دكتور، تفضل. بعض الجماعات منذ اصطدامها بالدولة في الثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين
1930 1940 45 47 حينما كشفوا عن وجهيهم لاغتيالهم القاشي باشا والخازندار باشا الى ان وصلوا الى حكم مصر. خلال هذه المراحل التاريخيه لم تفكر هذه الجماعه. دكتور يعني من حق المذيع ان يقاطع ضيفه في عده حالات، منها حاله ان يساله سؤال فيروح الضيف قايل له اجابه مختلفه تماما عن هذا السؤال. حضرتك خدتني في سياق تاريخي ومراجعات وانا ما طرحتش الحقيقه هذا السؤال وقت ضيق. انا بسال حضرتك، بتقول ان في ادله مع وزير الاوقاف بتقول في تعاون ما بين الاخوان وداعش، مين اللي اداها له؟ حضرتك اطلعت عليها ولا لا؟ عنده اجهزه مخابرات ولا لا؟ ده سؤال يا دكتور ببساطه شديده. سيدي انت تعرف ان الجدل الدائر في مصر اليوم حول الانتخابات البرلمانيه القادمه، وهل تؤجل ام تبقى في موعدها، وهل تاجيلها قانوني ام غير قانوني، هل دستوري ولا غير دستوري. هذه محاولات كلها تصب في منهجيه واحده يا دكتور. يا دكتور حضرتك ما بتجاوبش عليا والله كده. انا واضح اما انا مش فاهم سياق اجابات حضرتك او في حاجه غلط. انا بقول لحضرتك انت بتقول ان الراجل عنده مستندات بتقول ان الاخوان بيتعاملوا مع داعش في سوريا. يعني المستندات دي جابها منين؟ ما طلعتهاش وزاره الداخليه ليه؟ حضرتك اطلعت عليها؟ عرفت جابها منين ولا لا؟ والله ده سؤال يا دكتور. وانا اسف منك للمقاطعه للمره الثانيه. اتفضل يا دكتور بس جاوب على سؤالي لو سمحت. اعطيني فرصه. ما انا عندي وقت يا دكتور وفي ضيوف تانيين. حضرتك بتكلمني في التاريخ وبتكلمني في مراجعات، ولا احنا بنتكلم في تاريخ الاخوان ولا مراجعات الاخوان. انا بكلمك عن حضرتك قلت ان وزير الاوقاف عنده ادله على تعاون ما بين الاخوان وداعش في سوريا وفي العراق. فانا بقول لحضرتك هو جاب الادله دي منين؟ وعنده اجهزه مخابرات ولا لا؟ حضرتك طلعت عليها ولا لا؟ ده سؤالي. انا اطرح عليك سؤالا اريدك ان تجيبني عليه. ده مش يسر واحنا نجاوب. طيب يسر واحنا نجاوب. هذه الزوايا الصغيره التي بنيت تحت مئات وعشرات الالاف من العمارات الا تعد منابر ل يا دكتور انا هعتبر حضرتك مش عايز تجيب على السؤال وما عندكش اجابه. هل ده صحيح؟ لو صحيح انا مش هكمل في السؤال ده خلاص، هعفي حضرتك منه. حضرتك ما عندكش اجابه على موضوع ان هو جاب الادله دي منين؟ عندك ولا لا؟ اعطيني الفرصه عشان اكلمك يا دكتور. حضرتك بتكلمني في الزوايا تحت العمارات، ده معقول اعطيك بس فرصه؟ ايه ما انا عندي وقت والله، انا بحاسب على وقتي. حضرتك بتقول لي ان وزير الاوقاف ليست له علاقه بالمساله. لا انا بكلمك على انه طيب ماشي كمل يا دكتور. كويس اتفضل يا فندم. ومن اين ياتي تهديد السلام في مصر؟ من هذه الزوايا، وهذه الزوايا والمساجد من اختصاصات وزير الاوقاف. لا حضرتك مش عايز تجاوب على السؤال. انا الحقيقه واضح ان حضرتك مش عايز تجيب على السؤال. انا مضطر اروح لضيف تاني لكن ابقى معي. حضرتك ما جاوبتش ايضا مره تانية على سؤالي. لكن عوده اليكما دكتور جمال تحديدا، لعل البعض للحقيقه برضك انتم لا تعملوا في مجال فكرة حتى طرح مبادرات سياسية إلى آخره، حتى يزاح فكرة عنكم فكرة أن أنتوا أصحاب عنف وأصحاب فقط تظاهر وما إلى ذلك. هل ده وارد في المرحلة القادمة عشان يبقى سياق نتحدث فيه سياق سياسي بحت؟ هو احنا نسينا 7000 شهيد يقدموا مبادرة للسيسي ولمحمد مختار عشان نتفاوض مع بعض. والواحد واربعين ألف معتقل كان مفترض هم مكبلين وقاعدين في الزنازين يقدموا مبادرة للسيسي ومحمد مختار هم قاعدين. هو مين اللي قدم المبادرة لمين؟ أنا أقول لك هذا النظام منذ أن أتى إلى هذه اللحظة لم يتبنى مبادرة واحدة ولا مبادرة الدكتور حسن نافع ولا أي مبادرة تماما. هذا أمر. لكني أتفق في لحظات، أتفق مع العقيد محمد مختار في نقطة أن التصالح جريمة. التصالح جريمة مع القتلة وسفاك الدماء، التصالح جريمة مع من اعتدوا على أعراض البنات، التصالح جريمة مع من حكموا بالإعدام على العلماء، ده جريمة ضخمة ما لا يملك أحد أن يتنازل عنها. طيب أنا بس في 30 ثانية يا دكتور بسرعة، حضرتك بتقول إن الرجل أمد بهذه من خلال يعني مخابرات وما إلى ذلك، طب ليه ما يطلعش بها وزير الداخلية؟ هو الأنفع والأفضل في هذا السياق، ليه وزير الأوقاف؟ يعني. محمد مختار جمعة هذه هي الزاوية. دكتور مقصود باشا يقول عن الزوايا، هذه هي الزاوية التي يحسن أن يتحرك من خلالها محمد مختار جمعة. وهنا في خطأ تاني يضاف إلى أخطاء الإخوان المسلمين
تحدث فيه الدكتور جمال عبد الستار، حيث رفع محمد مختار جمعة من رتبة مخبر أمن الدولة إلى درجة العقيد. وأنا ما زلت أتحفظ على هذه الأوصاف. الرجل طيب في الآخر عالم. أنا عندي سؤال لحضرتك، سؤال البيان ده بيان وزير دين ولا مخبر؟ لا أسأل، مش دوري اللي أنا. طب سيبني أسأل المشاهدين. لا خلاص، هو وقتنا خلص ومش عارف، واضح إن إحنا. يبقى الدكتور جمال يعتذر عن. شكرا جزيلا الدكتور جمال عبد الستار القيادي في التحالف الوطني ووكيل وزارة الأوقاف، كما أشكر الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف. أشكر أيضا ضيفي عبر سكايب الدكتور حسن نفعة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. وأخيرا أشكر الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ في جامعة الأزهر. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. في تناقض مع موقف السيسي والمؤسسة العسكرية السابق، محافظ البنك المركزي يقول إن مشروعات تنمية قناة السويس ستطرح للاستثمار الأجنبي.